أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى جولتنا الرئيسية لهذا المساء من الفضائية التشادية، ونبدأ عرضنا للأخبار بهذا الخبر، حيث وصل اليوم إلى البلاد كل من الرئيس الكاميروني ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث كان في استقبالهما بمطار حسن جاموس الدولي رئيس الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة، كما وصل أيضا رئيس وزراء جمهورية الكونغو برازافيل، وكان في استقباله هو الآخر نظيره بايمي باداكي البير وأعضاء حكومته، وسيشارك رؤساء الدول والحكومات بالمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول السماك في الدورة غير العادية التي ستنطلق أعمالها يوم غد في العاصمة إنجمينة. ومن المتوقع أن يعتمد زعماء دول السماك عدد من المشاريع المنتظر تحقيقها على أرض الواقع. نوافيكم بمزيد من التفاصيل في نشراتنا اللاحقة. وبالعودة إلى موضوع القمة التي ستستضيفها العاصمة إنجمينة، تستضيف العاصمة إنجمينة يوم غد قمة رؤساء السماك، ولهذه المنطقة الإقليمية عدة مؤسسات تعمل بإنجمينة. أحمد آدم يستعرض لنا مؤسسة سيبي فيارا ومحكمة السماك، نتابع. مع دخول دول العالم عصر التكتلات سواء الاقتصادية أو الثقافية، فأفريقيا المركزية ليست بعيدة عنه، فقد عرفت دولها الست المغزى من هذا التجمع وبدأت به فيما يربو على أكثر من 5 عقود، وحمل مسميات عدة إلى أن أصبح التجمع الاقتصادي والنقدي لأفريقيا المركزية السماك، وضم مؤسسات عدة سعيا للتكامل وأقواها اعتماد العملة المشتركة المعروفة بالفرانك السيفا، والأهم من ذلك هو التكامل وحرية التنقل الذي تستضيف العاصمة التشادية إنجمينة يوم غد قمة رؤساء هذه الدول لوضع النقاط على الحروف لقيادة شعوبهم نحو التنقل بحرية من تشاد إلى الكاميرون وأفريقيا الوسطى والكونغو برازافيل والغانا وغينيا الاستوائية والعكس. هذا التكامل دعمته عدة مؤسسات منتشرة بعواصم هذه الدول، ومن ضمنها مؤسستين بتشاد وهما اللجنة الاقتصادية للماشية واللحوم والموارد المائية المعروفة بالسيبيفيرا ومحكمة السماك، مؤسستين تعتبران من أقوى المؤسسات الإقليمية في لعب دور نحو أفريقيا مركزية موحدة قوية فعالة. فاللجنة الاقتصادية للماشية واللحوم والموارد المائية التي تأسست عقب الجفاف الذي ضرب المنطقة مع بداية السبعينات من القرن الماضي، وأدت لنفوخ ما يقرب من 70% من الماشية التي تزخر بها دول الإقليم. هذه المؤسسة بدأت في دعم الدول في مجال الثروة الحيوانية والتجارة وإدارة المصادر المائية ومكافحة الصيد الجائر وتنسيق العمل والدعم بالمعدات، حتى تلعب هذه الدول دورها والمحافظة على مكانتها كمنطقة غنية بالثروة الحيوانية. إضافة إلى ذلك، إنجمينة تستضيف مقر محكمة السماك، والتي تأسست عقب تحول التجمع من الإيدياك إلى السماك، وتعنى بمتابعة احترام وتطبيق النصوص والقوانين واللوائح التي تسير التجمع. انتشار هذه المؤسسات من هنا وهناك هي خطوة إيجابية وطريقة سليمة نحو ربط الشعوب وتسهيل العمل لتحقيق الأهداف، وينتظر شعوب أفريقيا المركزية من قمة إنجمينة الضوء الأخضر نحو حرية كاملة للتنقل في فضاء دول السماك كما هو الحال في السيدياو والكوميسا.